أحسن الله إليكم. وهذا سائر يقول: بعض الناس إذا حج عن نفسه يقوم بالحج عن غيره مقابل مبلغ من المال. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بعض الناس إذا حج عن نفسه يقوم بالحج عن غيره مقابل مبلغ من المال يقابل تكلفة الحج، لكنه يحرص كل عام بالحج عن غيره مقابل المال ولا يحج عن نفسه إلا نادرا، فما حكم ذلك؟ إذا حج عن نفسه أدى الفريضة يجوز له أن ينوب عن غيره، والمال يأخذه لأجل الاستعانة به على الحج والنفقة. أما إذا كان يأخذه بدلا عن الحج ويحج من أجل المال فهذا لا حج له، لا حج له إذا كان قصده أخذ المال. أما إذا كان قصده الحج والعبادة ويأخذ المال ليستعين به على الحج فلا بأس بذلك. نعم.